في علاقة بحوار ما شاركتش فيه النساء وما وقعش وضع شكل مهم يعطي لكل الأطراف القدرة. لقينا رويحنا قدام أيضا معناها أكتواليتي اللي تقوم مش فقط بركة بسحل النساء، ولكن أيضا دخول في معطياتهم الشخصية، في حياتهم الشخصية، أيضا هذا روهتك معناها متاع هذا يعتبر وتشهير وثلب إثرة معناها إثرة معناها الغاء أو إثرة مش نقول كيفاش نقول معناها عزل 57 قاضي. اتفاجئنا اللي وقع الإشارة إلى تهم زنا، ومن غدوة وسائل التواصل الاجتماعي سامحني قامت ما قعدتش على شنية، على خصوصيات نساء، خصوصيات نساء. وجهة الرئيس الجمهورية، لأنه لو ما وقعش الإشارة لي هذه الأول، اثنين شكون قام بالعزل على وأشار إلى أنه أحد الأسباب هذيك، هذاك علاش احنا توجهنا، لانه ايضا اليوم شكون اللي المفروض يسهر على تطبيق القانون؟ شكون عنده علاقه بتسريب المحاضره؟ بيان سور، لانه اليوم كيفاش معناها يوصل على الفيسبوك محضر قضيه ما زالت امام انظار محكمه الاستئناف؟ راهو معناها حاجه خطيره جدا، لانه ما قلناش اللي قضاة معناها الكل شرفاء، راهي القاعده انه البراءه والإكسبسيون هو أنه يكون مدين الإنسان. تصلت بالقاضية هذه القاضيتين، هما قاضيتين واتصلوا بالجمعية، وفما معناها بشتير لهم أيضا مساندة نفسية ومتابعة قانونية من لجنة رعايتهم النفسية. تخيل أنت واحد يلقى حياته الكل مفروشة في الفيسبوك، حياته اللي ينجموا عائلته ما في بالهمش بها، أقاربه ما في بالهمش بها، شكون معناها أعطى الحق للناس على الفيسبوك تجبد قضايا تحت أنظار القضاء، وأيضا ملفات طبية مازلنا راجعين احنا في تونس في 2022 علاش نستعملوا في كلمة زنا؟ نستعملوا فما مفردات، وايضا علاش نستعملوا فيها اليوم؟ هل السياسيين مطالبين انهم يعملوا الجمهورية اليوم السياسيين مطالبين انهم يحسنوا ظروف المواطنات والمواطنين، ولا يبحثوا في قضايا كي من هك ويخلوا مما يجعل معناها يفتح فرصة للفيسبوك وللناس؟ الجمهورية شنو تطلبوا؟ انا ما عنديش طلبات. احنا نهار الجمعه العشيه 17 الجمعيات التونسيه والجمعيات النسويه التونسيه ومعاهم طيف كبير من المجتمع المدني باش يكون موجود نهار الجمعه باش يذكر اللي لا. وين موجودين؟ موجوده قدام مسرح البلدي في مسيره احتجاجيه، لانه المساواه الان اليوم لابد لا تراجع لا استفتاء ولا استثناء على الحريات والحقوق والمساواة، هذه هي قواعدنا ومانيش باش نتبدلوا عليها. بعد 25 انه رئيس الجمهورية ثم توجه نتاع تهميش المرأة، ما نقولش هكاك مباشرة، لكن نقول اللي فما أكثر من مؤشرات. هيئة انتخابات لا يكفي معناها القانون، احنا عندنا احترازات على تنقيحه، ولكن يجي رجالي بأتم معنى الكلمة، واللي هي أبسط مبادئ اللي حطيناها في الدستور وتعبنا عليها كنسويات. اليوم ذكر معناها ملفات خاصة وأشياء خاصة بناس قدام القضاء شفناها قبل وقاعد يتعاود، وهذا راهو ضد أيضا احترام المعطيات الشخصية للناس، أيضا يمس في قانون يمس النساء في حقوق، هذا عنف معنوي وعنف يعتبر أيضا انستيتيوشنال معناها مؤسساتي، ويضمن حق النساء. هنا قانون 58، نحن متشبثات بالقانون. سيد احلام معرش اذا مواكبه، اكيد راك مواكبه اليوم احنا ثم حوار وطني ثم بصياغه دستور جديد، معناتها تقريبا من مدجيه ماش باش نحكي ولا 2014 دستور جديد، هذايا شنو المطلوب؟ تعتبر روحك ممثلات فيه؟ دستور يتكتب بدون ما يراكب مكتسبات من الحقوق والحريات، عن اي دستور نتحدث؟ عن اي دستور نتحدث؟ وما فما استفتاء قبله ساعة، احنا هنا قلنا لا تراجع لا استفتاء ولا استثناء على المساواة والحريات وحقوق النساء. نعم ابتسام، هذا هو بالضبط. بالضبط هو الحوار، يعني نكمل لك انه فيه نساء اليوم، فيه الاستاذة راضية جربي، معناتها تراهاش انت ممثلة تنجم تكون باش تحافظ على مجموعة المكتسبات هذه؟ خاصة انها تعهدت باش تكون مدافعة شرسة على حقوق المرأة. احنا في بعد مرسوم 117 الجمعية التونسية النساء الديمقراطيات هبطت بيان لا عهد لنا الا عهد الحقوق والحريات والمساواة. لهنا تتبني اول حاجة، احنا ماناش الاتحاد الوطني للمرأة، احنا مجتمع مدني فاعل خدم على القوانين هذه وجابها
وناضلت من أجلها أجيال. مانيش قاعدة لهنا نناقش في دور الاتحاد الوطني للمرأة. إذا كان الاتحاد الوطني للمرأة يقبل على روحه الدور الاستشاري بالشكل هذيك، هذه حاجة تخص الاتحاد الوطني للمرأة. تعتبروه مجرد ديكور؟ احنا رفضنا الحوار بهذه الشكل، لو كنت صرحت قبل اللي لا مش نكونوا في حوار ما فستوش تشاركية فعلية، وما يكونش عنا في قدرة القرار، وما يكونش عنا في قدرة الإضافة اليوم. وتكون المكونات موجودة. اليوم اتحاد المرأة مجرد ديكور في الحوار تعتبروه؟ هذه حاجة تخص الاتحاد الوطني للمرأة. ممثلكمش يعني؟ لا، الاتحاد الوطني للمرأة لا يمثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ولا يمثل التسع جمعيات اللي في الديناميكية النسوية اليوم. غير انتم ماشيين المسيرة احتجاجية؟ احنا ماشيين المسيرة احتجاجية. نحب نذكروا لمساواة احدى مكتسبات دستور 2014. ما فماش دستور جديد باش يتكتب ما غير ما يضمن المساواة، ما غير ما يضمن الحريات اللي تعبنا عليها. الحريات هذيك جات بدم، دم الشهيدين ودم الشهيدات وشهداء تونس، ماناش باش نتراجعوا عليها. هذه الاولى. اثنين، اليوم زاده اذا كان فما دستور باش يجي باش يفسخ ويعاود من جديد سهل برشا. احنا نمنو بالمراكمه. الرئيس في الاول تعهد انه باب الحقوق والحريات مش باش تمس. شنو كيفاش تنظروا للتعهد هذا؟ هذاك علاش قلنا لك لا عهد لنا الا عهد الحريات. هي كانت ايضا اجابه لانه عد يوم 26 جويليه بانه باش يحترم التشاركيه، واليوم ما نشوفوش في تشاركيه فعليه، وانما كما شفتوا عديد المكونات في المجتمع المدني والسياسي هبطت، معناها بلاغات تقول لي هي ما كانتش معنيه وما وقعش استشارتها. عن اي تشاركيه نتحدث؟ ما هو شكل التشاركيه؟ ايضا وعد انه باش نحترموا الباب الاول والثاني في مرسومه 117، واليوم وقت نلقى هيئه وقتيه، هيئه انتخابات اللي كانت المفروض تكون وقتيه لمده 4 سنوات، ولا تحترم التناصف ولا المساواه. عن اي احترام للبابين الاول والثاني؟ الهيئات السابقه ما كانش احترم لكن احنا في بالنا بدلنا القدام، نمشيو بالتوالي في تونس، المفروض نقدمه. احنا قاعدين لهنا نوخروا، لكن حذاري راهو الدستور نتاع 2014 اصر على التناصف، حط المبدا هذا في كل الهيئات وخاصه المنتخبه. لكن بقى شكلي ما تمش تطبيق. لا ما بقاش شكلي، على الاقل انا في الانتخابات الاخيره اللي شفتوها انتم على الاقل بلدي انتخابات في القائمات اي كان فما تم احترام مبدا التناصف على مستوى التركيبه نقص. اي لكن زاد راهو نعملوا بين الخطاب السياسي اللي نحكيوا على حقوق المراه ونحكيوا عليها بشكل انه باش نحققوا لها باش كيفاش نقول لك باش نركزوا مكتسباتها، وفي اول فرصه نتراجعوا تماما مش نتراجعوا تماما، فهذا خطير بالنسبه لي. معك سيده احلام، تعتبر انه بعد 25 جمله المكتسبات اللي اخذتها المراه بعد الثوره مهدده؟ مهدده بالفعل، احنا هبطنا وهبطات للشارع بالاساس لانها تقرت منذ حوالي بعض الاسابيع، هبطات للشارع لانه حسينا اللي المساواه في خطر، حسينا علاش باش نتوجهوا؟ احنا الشارع، احنا الضغط، احنا تعلمنا نكتبوا ونقترحوا، لكن زاده احنا حراك، وحراك عنده كيفاش نقول لك الانغراس نتاعو في المجتمع نتاعو. شكرا لك اذا السيد احلام بوسروال كاتب العام لجمعيه توسيل النساء الديمقراطيات على كل هذه المعطيات فيما يخص رفضهم لكل ما يحدث وجمله الحقوق والحريات بالنسبه للمراه بعد 25 جويليه.